السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحب الساعة، أرحب فيكم من جديد. متى الفواتير؟ تاريخ 25، مرتين في الشهر. ليش مرتين في الشهر؟ خبروني شو استلمنا. قرف كارد المساي عنا مش هذا، بودي بدربي، ما بسير شو اسمه، أسير وارجع. تعال 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 أنت. أنا شو أي مساي طلبت؟ ويت ابجريد 4 GB رام. شو كان هذا؟ هي ايش ابجريد جديد؟ هاي شو كنت طالب له؟ انا نسيت والله. هي طلبت له جرافيك كارد، نسيت صح، هذا اللي طالب له جرافيك كارد. ونسيت بعد اني طالب منه جرافيك كارد، يعني شغلانه. المهم الحين نحن نشيل جرافيك كارد، نركب له جرافيك كارد جديد. وين مس اي هذا؟ 3 GB في رام. نحن نبغى هذا، لا نبغى هذا 4 GB في رام. كبير هذا، لا لازم بعد نشيل حبة تو سلوتس. هذا ياخذ اكيد، غيرنا جرافيك كارد يعني، بس انه شو نسوي يعني. يلا امور طيبة، ممتاز. رقم واحد الحين خلنا شغله، نركب واير الجرافيك كارد، نركب الباور سبلاي. سوينا له ابجريد نحن الباور سبلاي هذا صح، 2600 كنا. الحين لازم نوصل لمرحلة يا حبايبي ان نحن نسوي جرافيك كارد، نسوي كمبيوتر ضخم. هذا الهدف الاساسي يعني صراحة، يعني أنا هذا اللي أقوله. يسين كومبليت كيس بس خلاص الحين يشتغل، ما يبغى وايد. اشترينا سوفت وير نحن وهالسوالف، ترى خلصنا الأمور. هذا قطع ماله صح، بس ما يبغاهن، بس يبغى هذا. لحظة، يبغى قطعة ثانية. ها ما يركب اصلا يا حبيبي، يا حبيبي جرافيك كارد عود. شلون كومبليت كيس؟ ما في مكان اركب الكيس. مبطل شيء ثاني انا؟ في ديسبلاي بورت، زين ليش ما نستعمل ديسبلاي بورت؟ هذا ديسبلاي بورت موجود والله. انا بتضارب وياهم من اليوم هاي. مفروض انه يكتمل، مفروض ان هذا كامل. ايش اسوي يسمونه؟ سترونج زين. انا اعرف هذا شو يسوي والله اعرف، بس ما يركب عندي اصلا. يا جماعة الخير شو الحل مع هذا؟ بسحب الكيبل عليه، بتبند. سحبت الكيبل عليه والله. لازم احصل حل هاي المشكلة، لان اذا ما بيكتمل الكيس مالي بيكون مصيبة. خلنا نشيل الجرافيك كارد، ما ينشل. مستول ابى اسوي ريموف حق الكيبلز. اوه ليش ما اسوي لهم ريموف؟ خلنا
نسير حق الباك بانل على طول مشاكل ولا كيف؟ وين البرغيمال هذا؟ وين البرغيمال؟ لحظة أنا أظني أعرف المشكلة. ما يستوي، ما يريد يركب نفس المكان. زين اذا ابغى اركب هذا، لان ما برم اركبه على المذر بورد الا اذا اشوف هذا ما بيركب. الشيلد وينه؟ انا ناسي اركب. لحظه، بي سي اي لوك، انا اقول شو ناقص. لحظه، انا اركب شيء غلط في المكان غلط ترى. انا فكره من هذا السبب الشباب ما قاعد يركب. لحظة، جرافيك كارد 980 والله ضخم ترى. عود كان عندنا 980 تي اي، انا غيرته 980 تي اي. بس شو صراحة العزم لا يقارن، شيء مضبوط. الحين استعمل شو اسمه 1080 تي اي، رقم واحد والله، شيء مش طبيعي. ابغى اسوي بلدات 1080 تي اي، بلدات هاي، بس ما بيني الحين. انا ليش رديت بطلت الحظة؟ توني سبب سولف وياكم ونسيت. نبغى نسوي ليكويد كولينج، بس اذا ليكويد كولينج شو بيقول لي؟ بيقول لي شو اسمه، بيقول لي مانيوالي بند ولا كيف؟ لان الحين يسوون بند، تعرفون في هارد تيوبنج، في سوفت تيوبنج، في اكريليك، في بي في جي، ما اعرف شو اسمه هذا. كل شيء له نوع مختلف. شو المسن كومبوننت الحين؟ مسن كيبلز، نسيت اركب باور سبلاي. ربع الجرافيك كارد مو شغال ترى. نسيت، اوكي سوري سوري. انزين خلينا اريد اركب سامونه. نسيت اركب الشيلد والحالة لله وشغلانه زين. خليني بالكمبيوتر الثاني، لان حاليا انا انسان ما عنديش فلوس، خسرت فلوس كلها على الطاولة هاي ترى على فكرة. انا خليني اشوف الكمبيوتر شو كنا بنسوي له. ابجريد، خليني نسوي ريموف بارتس. ابجريد سي بي يو، شو السي بي يو اللي عليه هو اصلا؟ يبا كم رام؟ مستول ميموري، ما عندي فور رام ميموري اصلا. بس هذا قلت انا بشغله صح؟ هي قلت بشغله، احيد اني قلت بشغله. خلينا نشوف شو مشكلته في الحياة. هذا كيبلز، تعال يا كيبل تعال. فنان موضوع البلد ترى على فكرة، شي جميل. بس الماوس مو بشي، ليش ما يبون لنا ماوس ريزر شي فنان يكون؟ والله صدق كان لازم يبون لنا ماوس فنان. زين خلنا نشوف هذا وين صار صديقنا ولترن.
بيسوي لي ريكومنديشن ولا ما بيسوي لي؟ شو كان يبغى اصلا؟ بكروني؟ فيو جي برونتي خلينا نشوفه. يبغى رامات ابجريد سي بي يو. شو السي بي يو اللي عنده اصلا؟ شو يسوي هو قلتولي؟ هذا شيء مهم بعد. اوكي نشوف شو السي بي يو اللي عليه. واتفر واو يلا حنشو عليه. هو جديد هذا على السي بي يو ام دي عليه وناخذ 4 جي بي رام. يلا نبغى ميموري نبغى 4 جي بي رخيص تي شلهم السوق ذاك. شو هذا اوتو كارت و سي يو ام دي رزن 1200 1300 اكس حطيله. شو اللي عنده؟ والله نسيت اي شيء عادي. وعليه انتل ساس بيو انتل عليه نيدت 4 جي بي رام. هذا اوكي بس اشتريت انا اوريدي رام. يبا انتل بريميوم هذا السي بي يو اللي يبا. بس خلاص ما محتاج شيء ثاني بس بغير رام. ها بس بيكلف هذا كم بيعطيني فلوس؟ كم فلوس منه فايدة؟ 200 وشي. واذا اشتريت انا انتل جي 4 500 قال لي unknown caller جي 500 يباع اللي هو هذا $75 يبا. ها بطلع خسران انا بالطريقة هاي 960 يبا بعد. يبا لا راندومن R9 هذا غالي صراحة غالي. راندومن R9 غاليات 4G يبا الايهو صح. هي المساجي فوس راندومن R9 283G هذا صحيح. انا add to cart view cart 300 هذا بيدفع لي 254 ما ادري worth it. يلا بيعطينا اكس بي مو مشكلة بيوصل لي هذا باكر. الحين ماينس من الخاطر ترى انا ماينس من الخاطر. هذا خلوه الحين شغال مو مشكلة زين. ابى اخسر يوم انا على الفاضي ترى شكلي. بي سي كان بوت اس بليس اتش دي دي لحظه خلنا نحط كيبلز نشوف شو مشكلته. هذا كان شوف شو مشكلته. شغل الكمبيوتر يو اس بي مالي وين؟ تعال نحط يو اس بي مالي. شغل شوي زايد هاليومين. خلنا نشوف ايش دي دي عليه. وينك يا صديق ولا ترن؟ تعال هذا برنامج صديق مالي الحين بيخدمني في كل شيء. اكد اكد والله مضبوط عارف شو على الكمبيوتر.
اي شيء بس بعرف. زين نبغى في رام 4G بيه، يبغى 980 بعد، كم بيعطينا هذا؟ شو كان اسمه يا جماعة الخير؟ شو اسم الرجال؟ بلاك ما اعرف منو، شي اسمه. كم بيعطينا هذا؟ 220. وبس يبغى بدل جديدة هارد درايف، ما يبغى شيء ثاني. عاد خلني اشتري له هارد درايف بس، انا شو قاعد اسوي؟ ليش ابغى ابدل كل شيء؟ شو ماشي شغل شو؟ ستورج اتش دي دي يبغى، حطي له ريكورد 500 جي بي كباينا، واعرف انه في الماينس الحين، لازم اتري يوم. شو عندي الحين؟ هذا ريتشمان. وين فلوسي؟ وين صار ريتش يا جماعة الخير؟ ليش ما في سيرش عندي في الايميل؟ طلعنا بعدنا شوي في البلس، مش وايد. 970 جيمنج 4G عندي، ريبليس جرافيك كارد، ريبليس رام، بس هذا لازم يوصل. اوكي بس هذا لازم سامان يوصل، خلينا نشوف ثاني يوم. عندنا طلبنا سامان نحن، زين شو طلبنا؟ وايد سامان حلو. وهذا شو كان يبغى؟ لا هاي مكانه، لحظة، كل شيء شغال، مو بنت كمبيوترات ما اسوي شيء. طاف تيتا، تعرفون شو مال طاف؟ بنت تيها، مو بنت كمبيوترة الحين، بسوي كل شيء، بسحب كل شيء. خلنا بنت كمبيوتر، تعال هالصوب، بطل هذا، بطل الكيابل، شو مشكلته؟ زين وين الكيابل مال هذا؟ هذا لا زين، كيبل مانجمنت بس مش ذاك الزود يعني، تعبان. بعد تمشي الامور يعني، مو مشكلة. انت بستورج اشترينا له براكودا، نستول كيبل واحد، باور سبلاي، بس خلاص خلنا نسكر هذا وندق السلف بس. اوكي هاي جاهز، بس يصير شل فلوسنا الحين، مش قضية يعني، بس اللي مهني بعد الكمبيوتر الثاني مكانه احسن. ولازم هو لازم ترتيب دنيا، لازم ترتيب شوية. انا احس ان لازم اسحب عليهم على موضوع ال، اتبون صدق على موضوع البراغي، خلوه هو يرس براغي في البيت، برغية مرتخية عن ابو. خلينا نحط هذا فوق. تعال انت شو كنا نبغى نسوي لك؟ بقريت سي بي يو صح؟ اشتريت له سي بي يو انا اصلا، هذا احس اني ما اشتريت له سي بي يو، احس اني ما اشتريت له سي بي يو، ما اعرف ليش. ولا اشتريت له اذا ركب السي بي يو. شوفوا انا طلبت رسامون هذا، متاكد كم فلوس عنده؟ 200. ثانكس فور هيلب لتا درايف يظهر مثلا ثانك الى اخره. اوكي complete by end of day.
عندي 2 دايز انا كاملو. ها خلصنا صح؟ ايه عندي برونتي هذا. انا متأكد هذا انا اشتريت له بروسة. ما اشتري من بروسر من سي بي يو فوند. لحظة انا ما اشتريت لحظة بور ميموري رام. خلنا نبطل هذا. هذا الموضوع شكله بيطول شوي. قام يستعين لي وايد كمبيوترات فلازم اتاكد انا شو قاعد اركب على الكمبيوتر. اشتريت انا هذا لا هذا اللي قلت عنه غالي. ها كم بيدفع لي؟ ابجريد سي بي يو. لحظة انا ما بقرا سوالفك. ريبليس جرافيك كارز ريبليس رام. بس كم بتعطيني فلوس؟ فهني يستوي سنين ضياع. خلنا نشوف شي يباله. ترى هي شغلانة هاي. بتكون اخر حلقة بعدين بصير فري بلدة. لا تقولون ليش بس انا اقولكم من الحين بنصير نحك فري بلدة. ما يشتغل خير شر. ويت خلنا نبطل. بتشوف اذا بدلت الجرافيك كارد ماله. ترى لحظة انا عندي شغلات مستعملة صح؟ انا 960 زين. ليش ما استعمل جرافيك كارد شغال حقه؟ اركب له جرافيك كارد نفس هذا. زين بطل الرام. ليش اروح اشتري؟ اوكي وين الرام مالي؟ يبو مستعمل بركب له مستعمل. ترى ليش لا؟ ما انا ببروك نحن الجي بي هو عنده صح. بركب له وان سلوت. شوفوا حتى ما بخسر عليه خله. بس بركب له تو ستكس الصراحة حرام كسر خاطري. زين بي سي كان بيبوت نوس. بس ليش يصير اخسر فلوس؟
فقط لا غير. بس هاك الله غفور رحيم. بس اقول لك ايه، لازم اكمل هذا البراغي ولا بينفتش. زين شيل الكمبيوتر هنا عقه، خلاص هذا جاهز جاهز جاهز، هذا جاهز يا حبيبي. هذا غير، مش بلاك، ها جي برونتي. لحظة، ويت ويت ويت، ها منو؟ دي ميفيل. ليش الكمبليت كيس يعطيني الكمبيوتر مش كامل؟ هيه بعد نسيت القطعة، تعرفون شو نسيت صح؟ والله حلو اروم مستعمل سمان المستعمل اللي عندي واستفيد منه وتزريلي قد يعني، بس ما عندي القطعة اللي تحت زيادة، ما عندي اياها، هي ما عندي اياها. اشوف يمشي بالطريق هاي، نشوف لازم دك تست اذا شغال ولا لا. اتش دي ام اي باور سبلاي بلاجدن، طلع لي بهذا الدور خلاص الحين كامل. اني الترتيب الحي كولكت موني حبيبي، هات فلوسي هات فلوسي. شو يقول هذا؟ announcing carefully curated collection films مدري منو dedicated خربطاننج شفطاننج وبعدينينج. لحظة هذا الوضع، اسمحوا لي لكن يبالي شبس الوضع. انزل عندنا بلاك فيلمز needs your help، هاي بيعطينا 40 upgrade to 1000 جي بي اوف ستورج، بيعطيني 440. انزين اذا افتح الدكان باراكودا بركب له 240 بي 260 اركب له. two sixty ولا 93 تي بي 70، ايه اخذ اثنين من هذا اثنين 290 بس فال شوي فايدة. اكسب ذا جوب، هذا ما اعرف شو يبه. You have just added the following parts to our range. اوكي اوكي، يبا 8 جي بي رام، في شيء معين يبه؟ ما يبغى هذا 100 90 90 80 40 40 80. نحط ستيك واحد زيادة، اكسبت. بعد هذا ريدي تو بوت، اوكي ممتاز سلمنا خلصنا. نحن نسيت اسمه له صح، ان ترانزيت اشترينا، بس لازم نحط الكارت لان اخر مرة تذكرون جبت العيد الكارت ولا مطمة بعد. لحظة هذا شو كان يباله قبل؟ الله خليه محطوط عندي في المحل 600 سنة. لحظة انستول سي بي يو عليه ام دي. لحظة سي بي يو بشتري الام دي وخلاص ناخذ الاكس بي. ريزن 5 بحط له، شو كان اسم الريال؟
جي برونتي. جي برونتي كم بيعطينا هذا؟ 245. ها 150. هات كارت واحد باي ناو اكزت. الحين نصير نكست دي. حبتين وجماعة كمبيوترات شوفوا ايش قام يستعمل الدليفري على. اوه بيتأخر. انا ما شفت الدليفري دي. اش دي دي اش دي دي. اوكي هذا شكله بيتم هني خايس كم يوم والله. انا عندي الاحساس هذا يعني لان اوكي رديت نفس المكان. خلينا نشيل هذا لان الوضع يا حبيبي هذا كم يبا. اوكي ويت هذا 1 تيرا بايت. خلنا نسوي ريموف كيبلز ماله. ها احيد انا ركبته هذا تذكرون. نسكر هذا نشيل هذا حقنا. بسوي كليك على الكيبل يا جماعة الخير. اوكي اوبن. شل هذا الحين انستول ستورج 4 تيرا بايت. انستول ستورج. هاي الفيلم ميكرز كله يبون اكسترا ستورج. لو تسجل حق يوتيوب يبالك اكسترا ستورج فما بالك فيلم ميكنج. فيلم ميكنج يصورون 7000 ساعة حق 45 دقيقة بس يمكن حتى. الأمور تمشي أمورهم تمشي انزين. هذا هني نستول بارس. تعالوا خلنا نسكر هذا هني. نبقى كيبلز بس نبغى نشغل الكمبيوتر الحين على اساس انه يشتغل. نثبت انه يشتغل بس لا اكثر ولا اقل. هذا بس معناه اشتغل. ها احلى واحد من دي يعرف شيبا يريحنا من العذاب في العادة. هاي شيبا خلنا نشوف شيبا. ها بري واحد زين. بي سي كمبوت ابجريد جي بي اف رام. انا احيد ان اخذت رام. في ناس يستون كاستمرز اظني يتمون يرجعون للواحد ويتم كد عليهم يعني. مش كد عليهم يتم يشتغل عليهم شد فلوسهم. اشتريت احيد وان ستيك. هي هذا هو. خلنا نركبه. انكمبليت كيس. هالكيس والله حليو. هل شو كولر ماستر الجديد ولا شو؟ اي واحد هذا كان مش قادر اذكر. على فكرة هم اللعبة مسوين عقود مع شركات بحيث انه ايوه هذا كل مارسر الجديد يا حبيبي. سويت ريبوت بس لازم اركب 3D مارك ترى. دقيت رايت كليك عليه بالغلط شليت الكمبيوتر جلعته من الكيبلات. اقولكم انا شغلتها شغلانه هاي. خلي بي اس بي مالي. هاي اس بي مالي عندي في جيبي. زين هلا ركب يو اس بي. لازم اتم اتريه يركب بعدين ادق اسكيب. هاي شغله 3 دي مارك. كم في كم كمبيوتر رجع لي اشوف. شيء عجيب يعني. خلي ادق ريستارت اسوي له 3 دي بشمش مارك. غير سامان لازم يكون زين يعني. شو الخلفيه؟ الحين خلفيه ويندوز صح؟ موجوده الخلفيه؟ شوفوا عندكم خبروني موجودة الخلفية عندكم في الويندوز. ف اللي كنت اقول لكم اياه انهم مسوين عقود مع شركات. وهالعقود شو تضمن؟
ما يحطون المنتجات مالهم، فنقدر نحصل وايد منتجات اللي هي موجودة فعلا، فاللعبة متعوب عليها كعقود، وهذا ممتاز صراحة. رقم واحد، فلها سبب تلاقون أسامي القطع الصدقية وهذا وهاي الأمور، كما تحصلونها في ألعاب ثانية. يعني اللعبة هاي ما تنتهي باختصار، تم نركب كمبيوترات ونقول آمين. فنقدر نسوي بعد فري مود، نسوي بلد معين انت تبونه. ليش لا يعني، اذا تبون بنسوي، انتوا خبروني بس، مش قضية. انا احس ان الحلقة وايد طولت ترى، ولا ما طولت ما اذكر الصراحة، ما اعرف سوينا في هالحلقة اصلا. اللعبة حماسية شوية هي، بس هي من مش مانجمنت سيميليشن، هاي ثلاثة آلاف زين. شوفها عندكم بليت كيس، اركب قطعة بس، خلينا نشيل الكيس هذا بس. هذا كمبيوترين خالصين، خلينا نشيل فلوسهم. هذاك بيخيس عندي ترى، انا اظن بيخيس من الخاطر. شل فلوسي من هذا، ليش ما يعطيني فلوسه؟ نزل انقطع ايداد. ها دي اقنص هم فكس هاتي payment payment، لازم نشيل هذا الصفحة فوق. تعال شيبو هذا الحين، replace PSU power supply unit CPU central processing unit. عندي سامان، اظن عندي سامان، انا سامان مستعمل بعد نيشو. replace استعمل المستعمل اللي عندك ولا خلاص؟ هاي الخالصين، حلو خلاص خلصنا احنا اليوم. بس هذا الكمبيوتر بيتاخر بيزعل، يمكن يشيل الكمبيوتر، يمكن يتم القطع عندي تنشب لي ما اعرف. المفروض اخلصها اليوم ويوصل القطعة باكر، ما اعرف. خلنا نشوف القطعة اللي بتوصل كيف، يعني diagnosing and see what happens. Often bias will give you clue what's wrong. لازم نبدل قطع، لازم نبدل قطع. يقول لي سوي ترابل شوت، يمكن باور سبلاي، يمكن شيء. عندي سامان مستعمل وايد ترى، الناس تشل وتعق، ما يضرب عليهم فلوس. لحظة خلنا ندق السلف. اشوف اشتغل انا. نو سي بي يو فوند. اه ها، خلنا نسوي ريموف حق الكيس، شكله عندنا مشكلة في البروسيسور. الناس ما تبي تصرف فلوس، هاي ناس فيها مزطة شوي، بس الناس اللي تسوي ابجريد هم اللي يفيدوني تو صدق. في شيء ثاني؟ ايوه هذا كلوز. شو المسك بارس في كيبل مانجمنت؟ لازم اسوي شيء، بس ال سي بي يو ما سويت شيء. اشتغل اشتغل خلاص. ركبه. شو المسنج بارس فيه؟ ما اشوف انا مسنج بارس. كولينج، ما هي كولينج. خلنا نحط الثيرمال بيست، والله الكمبيوتر شغال. انزين
نحطي عليه مروحة هاي، خلص عليه محلاه احطيه بدون مروحة، نسيت احط المروحة والله. كل شوي ادق السلف والله بحرقه شكل الكمبيوتر. هيا ابو يصلحونه عندي، لو يشوفون الفيديو هذا بيتحرون. لا لا مش طبيعي مش طبيعي ابدا ابدا. تصليح في التصليح، سلسلة كلها استوت. انزين كم ريبليس اظن، ها وقت الحلقة خلص، فان شاء الله اشوفكم في حلقة قادمة، و لا تنسوا اللايك وسبسكرايب على السلسلة هاي، والسلام عليكم ورحمة الله.